ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الأعزاء. درسنا لهذا اليوم هو درس جدا جدا مهم. اليوم راح نشرح لكم كيفية التعامل مع الأسئلة الوزارية. بالبداية طلاب الأعزاء، وكما هو معروف أنه الأسئلة الوزارية تتكون من 5 أسئلة، طبعا بالإنجليزي ماكو ترك سؤال، ماكو ترك فرع، لكن أكو ترك ضمني، يعني بالغالب يعطيك على كل سؤال او على كل فرع بالغالب يعطيك 6 نقاط، انت مطلوب منك 5، او في بعض الاحيان يعطينا 7 نقاط ترك يعني 2، فانت المطلوب منك ان تحل 5 نقاط. قلنا ماكو ترك سؤال، ماكو ترك فرع. يعني طلابنا مثل ما تشوفون قدامكم هو نموذج من اسئله وزاريه سابقه، هاي اسئله عام 2017، اسئله الموصل مثل ما تشوفون. يعني شلون تتعاملوا وياه؟ طبعا راح اقول لكم ترتيب كل سؤال. السؤال الاول وكما هو معروف انه حول القطعه الخارجيه، السؤال الاول عن القطعه الخارجيه، غالبا هذا السؤال يكون من 3 افرع، فرع A و B و C. ال A وال B حول القطعه الخارجيه، وال C حول قطعه الكتاب. زين، شنو قطعه خارجيه وشنو قطعه كتاب؟ القطعة الخارجية من اسمها هي قطعة خارجية، يعني انتم ما دارسينها بمنهجكم، قطعة قدامك تقراها، وهاي القطعة يجي عليها فرعين الـ A والـ B حول هاي القطعة. مرات يجيب لك بس فرع واحد حول هاي القطعة، والفرع الآخر يكون قطع الكتاب. واضح عيني؟ بالنسبة للقطعة الخارجية، هواي طلاب راسلونا حول القطعة الخارجية، استاذ يشرح لنا القطعة الخارجية. عيني طلاب، القطعة الخارجية تعتمد، أعيد وأكرر، تعتمد على الطالب، يكون الطالب يفهم القطعة ويجاوب على الأسئلة اللي حول هاي القطعة. وأي شخص يقول لك أنا أفهمك القطعة الخارجية أو عندي طريقة لحل أي قطعة خارجية، فهذا الحكي غير صحيح، تعتمد فقط على فهمك للقطعة. واضح عيني؟ القطعة الخارجية مثل ما قلنا السؤال A والB. السي، الفرع السي حول قطع الكتاب، يعني قطع دارسينها احنا ماخذينها بكتابنا، سواء قطعة البانثر، لوسي، الاهوار الى اخره من القطع. واضح شباب؟ هذا بالنسبة للسؤال الاول. السؤال الثاني دائما يكون جرامر، يعني القواعد. السؤال الثاني مرات يكون A و B. الـ A قواعد والـ B ايضا قواعد، لكن الـ A يجي على شكل مطالب والـ B يجي على شكل اختيارات. القواعد A و B مرات يضيفوا لها بالسؤال الثاني يضيفون فرع C، اذا اضافوا فرع C معناته هو هذا سؤال التنقيط. واضح عني؟ اذا اكو فرع C يعني هذا السؤال التنقيط، بس اذا بس A و B لا، ذن سؤال للقواعد والتنقيط مخلينه بالسؤال الثالث. واضح شباب؟ هاي بالنسبة للسؤال الاول والسؤال الثاني. زين، خلنا نروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث عيني يسمونه سؤال المفردات. سؤال المفردات، هذا السؤال مرات يكون من A و B و C، مرات يكون من A و B و C و D، يعني مرات 3 أفرع، مرات 4 أفرع. سؤال المفردات أغلب فروعه تكون من كتاب النشاط. بالنسبة لهذا النموذج خلنا نشوف فرع أي شيء جانا، يقول لك choose words from the books below that's with the following definitions. يعني بالنسبة للسؤال، بالنسبة للفرع أي، من أشوف كلمة definitions معناتها التعاريف. التعاريف واضح مثل ما تشوفون، مخلي لك التعاريف بالأقواس وعندك 6 نقاط، شكل تعريف شوف شنو اللي يناسبه من القوس. هذا بالنسبة للأي. البي مثل ما تشوفون كلمة match، من تشوف كلمة match توصيل، يعني توصيل الكلمات، او تشوف هذا الترتيب عندك هنا ارقام 1 2 3 4 الى رقم 6، وعندك احرف من الاي الى الاف. واضح يعني؟ فهسه مثلا على سبيل المثال information رقمها 1، قال لي 1 information، فانا اشوف information من الاحرف ايش تاخذ؟ تاخذ proof، لو breaks، لو pin، لو desk، لو roof، لو pool،
وضع اني انا اللي حافظه انه انفورميشن تاخذ ديسك يعني دي، يعني اجي اكتب واحد دي واضح، لو اكتب انفورميشن ديسك الاثنين صحيحات، اهم شيء تنطي معلومه صحيحه. وضعني هذا بالنسبه للفرع بي اللي هو التوصيل. الفرع سي عندنا fill in the blanks with the suitable words A, B or C. الفرع سي اجانا اختيارات يعتمد على المعنى. وضعني مثلا نمبر 1 فراغ is someone who takes care of sick animals، يقول لك الشخص الذي يهتم او يراعي الحيوانات المريضة. يا هو عندنا policeman لو firefighter لو vet. policeman اللي هو الشرطي رجل الشرطة، firefighter رجل الاطفاء، والفيت اللي هو الطبيب البيطري. فهذا السؤال يعتمد على المعنى، فحسب المعنى اكيد الطبيب البيطري، وهكذا باقي النقاط. هاي بالنسبة للسي. الدي اجانا هنا عيني ضروري منشوف كلمة punctuation معناتها التنقيط، punctuation التنقيط، وسؤال مهم وعليه 5 درجات. يعني أكثر الطلبة يوقعون بهذا الخطأ. بس انتبه لي، هنا أكو كلمة punctuation مثل ما تشوفون، هنا دي فرع ديش يا لك rewrite the following sentences using capital letters and correct punctuation marks. هذا منطوق السؤال عيني، هذا مثل ما تشوفون هذا المظلل هسه، هذا منطوق السؤال المظلل بالأصفر، منطوق سؤال هذا. فأنت مو هو منطوق السؤال تنقطه له وتسوي حروف كبيرة، وضع عيني لا، تنقط لي الجملة جوا، هاي الجملة تنقطها، واضح شباب؟ الجملة اللي باللون الأحمر صارت هسه بلون أحمر، هي هاي تنقطها، مو تنقط لي منطوق السؤال. أكثر الطلاب يقعون بهذا الخطأ، تنقط له هاي الجملة. هسه هذا السؤال من 4 أفرع. مرات هذا التنقيط يجيب لك إياه بالسؤال القواعد، السؤال الثاني، يعني بالسؤال الثاني مال القواعد. واضح شباب؟ هاي بالنسبة للسؤال الثالث. السؤال الرابع، يعني السؤال الرابع يجي A و B. الA يجي عن story time، واضح يعني مو دائما، مرات البي عن الستوري تايم، واضح يعني الاختلاف بالترتيب، بس هي الستوري تايم والسبيلنج من السؤال الرابع. شنو الستوري تايم؟ الستوري تايم هي قصص الكتاب، ايضا من 6 نقاط تترك 1، مرات 7 نقاط ايضا تترك 2. واضح شباب؟ الستوري تايم القصص الكتاب اللي درسناها بمنهج الثالث. مثلا نمبر 1 ديسكرايب كريمز كاركتر، اوصف شخصية كريم، هاي ماخذينها بقصة كريم، نقول imaginative hard working الى اخره. واضح شباب؟ وهكذا باقي النقاط. البي عندنا السبيلنج، هذا يسمونه الاملاء، عيني يسمونه الاملاء، موضوع جدا مهم وفرع جدا مهم. هذا الاملاء مو موضوع واحد، لا، مثل ما نقول مشكل. مثلا النقطه الاولى good صارت bad، expensive شو تصير، يعني شيني good صارت bad، السوالها عكسها، يعني هاي المعاكسات. زين expensive سوي عكسها، expensive تصير cheap، واضح. زين الثانية did الثانية do صارت did، يعني شيني هالمعاكسات، لا هذا ماضي. get شو تصير، عين ملاحظة، مو شوف أول نقطة معاكسات تاخذ الموضوع كله معاكسات عبالك، لا، كل واحدة مطلبها قدامها. مثلا الثالثة small smaller، يعني شيني، يعني موضوع المقارنة، ضاف لها ER المقارنة. انت مو تجي رأسا تصير نادر وتضيف ER، لا، اشوفها هاي يعني شنو القاعدة ترهم لها. فالثن هنا انتهت بحرف صحيح قبل حرف علة واحد، اذا نكرر حرف الان ونضيف ال ER، واضح يعني؟ زين مرات تطي كلمة كبيرة ذات اكثر من مقطع صوت واحد، فمو تضيف لها ER، والله هاي هنا ضاف لها ER انا اضيف، لا، هاي يعني مسويها مقارنة، اذا كلمة كبيرة نخلي امور، واضح يعني؟ الرابعة اي صارت ماي، ويش تصير، هذا موضوع ضمائر. الخامسة كار صارت باي كار، فوت شو تصير، تصير اون فوت. السادسة اراك اراكي، انديا شو تصير، هاي موضوع الجنسيات. هاي هسه خلصنا من السؤال الرابع. السؤال الخامس وثابت هذا اللي هو موضوع الانشاء، موضوع جدا مهم من 15 درجة، وهذا يجيك اي وبي، انت تختار واحد. زين ضروري ضروري تقرأ بتركيز حتى تعرف هذا يا موضوع. مثلا
السل A write an email describing a friend. يعني شيني أنا عندي كلمة مميزة اللي هي describing a friend. شيني يعني describing a friend؟ معناته وصف صديق. إذا هذا إنشاء يتكلم عن وصف صديق، يعني إنشاء الوحدة الأولى. واضح يعني؟ نروح مثلا للسؤال الفرعي، write about your life، اكتب عن حياتك. واضح؟ فضروري تقرأ منطوق السؤال بتركيز حتى تعرف هذا الإنشاء ليمن يحكي. واضح يعني؟ زين، مثل ما قلنا ان القطع الخارجي، خلنا ناخذ مثال بسيط على القطع الخارجي. يعني اللي اطلبه منك انه اول ما تبلش لا تحل القطع الخارجيه، خليها اخر شيء. ليش استاذ؟ لان القطع الخارجيه انت ما رايح حافظها، مو حفظ يعني شيء حافظ على قلبك. فانت اول ما تروح، انا كنصيحتي تروح لسؤال الانشاء تكتبه، لان انت الانشاء حافظه. فاول ما اروح افرغ الشيء اللي حفظته كله بسؤال الانشاء. مفهوم عيني؟ زين، من خلصت الانشاء اروح بعد ياهنا الحفظيات، تريد تروح للتعاريف او تريد تروح للقطع او الستوري. نصيحتي لك انه تخلي مثلا موضوع القطع الخارجيه بالاخير، تخلي التنقيط بالاخير. واضح عيني؟ لان ذن الشغلات مو حفظ. زين، من خلصت خلنا نقول كملنا وصلنا للقطع الخارجي. استاذ اعطينا حل للقطع الخارجي. حلها انك تفهم، مثلا تحاول تفهم ولو اكثر عدد من الكلمات. مثلا هاي القطعة الخارجية بسيطة، يقول لك my name is طارق سالم، لك اسمي طارق سالم. I am Libyan and arrived in Baghdad yesterday، يقول لك انا ليبي ووصلت لبغداد البارحة. I came to study medicine at Baghdad University، يقول لك اتيت او جئت لدراسة الطب في جامعة بغداد. This is my first visit to Iraq، هذه زيارتي الأولى للعراق. I arrived at Baghdad International Airport at 10 o'clock last night after a nice journey، يقول لك وصلت إلى مطار بغداد الساعة 10 من الليلة الماضية بعد رحلة جيدة. زين، هسه خلنا نقول كملت القراءة. أجي أنا حسب فهمي للقطعة، الرقم واحد يقول لك طارق، يعني الشخص طارق، came to بغداد، جاء إلى بغداد، to فراغ. زين، to عندك اختيارات، see the ruins يعني جاء لمشاهدة الآثار، أو study medicine لو لدراسة الطب، لو visit some friends لو لزيارة بعض الأصدقاء. فأنا حسب الشيء اللي قريته فوق أنه أجي حتى يدرس الطب، فنقول له to study medicine. واضح يعني؟ زين، هيك حاول تحلها. زين، خلنا نشوف بعد السؤال. مثلا النقطة الخامسة، طارق was from فراغ، طارق من فراغ، ليبيا، لبنان، إيراك. طارق منين؟ أكيد على حسب قناته من ليبيا. واضح يعني؟ وهكذا بقية الأسئلة. مثل ما تشوفون القطعة الخارجية يعني مو فهم حتى أفهمها لك، هي مو قطعة واحدة حتى يعني أوصل لك الفكرة، لا، هي قطعة خارجية ما حد يحزرها شنو هاي القطعة. فأي واحد يقول لك عندي حل للقطعة الخارجية، عندي حرز أو مدري شنو يفهمك أي قطعة خارجية، هذا الكلام غير صحيح. واضح يعني؟